طيب هنرجع برضو نتكلم مع حضراتكم شوية عن الواقعة المؤسفة اللي حصلت في ليبيا وإعصار دانيال اللي تسبب في كتير جدا من الخسائر، ولا سيما الخسائر في الأرواح. بالمناسبة وده الشق اللي يخص الرياضة، يعني كشفت بعض التقارير الصحفية وأكدت كمان وفاة عدد من لاعبي الفرق المحلية الليبية جراء إعصار دانيال اللي ضرب مدينة درنا خلال الساعات القليلة الماضية، ده كمان وفقا لمصادر ليبية متعددة. طبعا أعداد الضحايا اللي تم حصرها حتى الآن تخطى 5000 شخص بالإضافة إلى 8000 مفقود. يا رب بنتمنى السلامة لأهلينا في ليبيا. أرقام طبعا صعبة جدا وفي ازدياد زي ما كنت بقول لحضراتكم، يعني يمكن مش هقول يوم عن يوم، ممكن تكون ساعة عن ساعة كمان في المغرب. يعني بعد الكارثة بتاعت الزلزال تحديدا أعلن الاتحاد المغربي كمان لكرة القدم تخصيص إيرادات مباراة المغرب وبوركينا فاسو الودية اللي أقيمت كانت بالأمس عشان متضرري الزلزال طبعا المدمر اللي ضرب يعني مراكش وبعض كمان المناطق اللي جنبها الجمعة اللي فاتت. وقال الاتحاد كده المغربي تحديدا في البيان الرسمي بتاعه، قال انخراطا في الحملة التضامنية مع ضحايا الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية، نعلن تخصيص مداخيل المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره بوركينا فاسو للصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال. كل الدعم ليكوا أكيد، كل الدعم للشعب المغربي، كل الدعم للشعب الليبي، كل الدعم للشعب العربي، كل الدعم لشعوب العالم كلها في ما تواجهه من كوارث طبيعية. نتمنى إن شاء الله أن هي يتم يعني عدم تكرارها في الفترة اللي جاية، لكن للأسف الشديد كما سمعنا أو كما قيل يعني أن لسه هيكون في سلسلة من بعض الأحداث الغير سارة تماما ممكن تكون أو تطال العالم كله. نتمنى إن شاء الله ربنا يعديها على خير.